سلام الله ومن خاوى الكنان يبشره بالخير. أعد الحق وأقول الكنان يخوت التشرع. كان شاف الناس غارة وثم جاكم غير ما يدري وش يدور لكن مع الخيل يا شقرة. حلو صدق قاله معتق ابن منير. لي يا خاوي تدور لك كناني ذيب وانت درى. ابن عتقان ما هو مثلكم يا داهنين السير. ثلاثة واربعة ومعوقين وحالة قشرة. ذيب مثل الذيب ساعدنا على المسرى. بعد ما كنت ضابط رحت جندي مع مرور السير. أنا ما كنت أحسب أنك تطش النجمة الصفراء. حلوة مبشر بالعشا وبشر نقلط لك في قار بعير. لكنك ضيفنا ما ودنا تسري مع الغدرة. أنا ماني بتارك لي ذهب ومدور القصدير. لكن أنتم على القصدير باليمنى وباليسرى. هلوها كتبنا لك رسالة ثم جاتك في جناح الطير. يا خنذف عودكم مجنون لا يكتب ولا يقرأ. ضد اللي يا ميدان للتحرير
وابن عتقان هذا صار ضد الراية الخضراء. حلوة. كتبت لي رسالة والرسالة شالها المعصيرة، أنا في قصر شبرا ليها روح الغرفة الحمراء. فالنصارى والنصارى تاكل الخنزير، ترانا مسلمين وموعدين بساعة النصر. أمانة راجع أفكارك واخذ لك وقت للتفكير، مقيل لك تحت كبريت حسب انه قصر شبرا. علومك غير واللي صار منكم عالخان اذف غيرهم، تابا تظهر عليك جروح ومع الوقت ما تبرى. حلو. نفكر ليه زال لنا شيوخ ونحسن التدبير، نظرنا يا العياض فوق ما ننظر على حدرة. يا بيل صدوركم وقلوبكم وعقولكم تطهيرة، جريت للعلوم اللي عليها الكفو ما يجرى. عاش عاش حيوان.